يا ناضج، انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم، انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ تفكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر من صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوكي. لسه شفت حاجه؟ يا اهلا كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه دي كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. تيني ده بين اهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بمننا انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فيه، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيا اللي قاعده دهيه. شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها، يلا خلصنا. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليه ده هي الرفعه دي لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاه بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، بنها مجنونه ولا ايه؟ حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيب حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي، حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغور من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك دي وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيه هيخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمر، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح. هي خرصه ولا مالها؟ من ببلمها ليه كده؟ يلا يا من هنا، يلا يلا. حقك يا عمر. كلوا الاول، كلوا الاول من نفسكم وحبوا. مع السلامه يا اختي. متشكر يا عمر. متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ هو دي ادي امليك، هو دي زفت انت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبيه. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، حلو صوتك. فاهم الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عميتك؟ استنى، قاعد في كافيه. افهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسمع، هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده؟ سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت سوس ولا ريد سوس؟ استنى، مع اول مره يجي هنا تاخده وايت سوس ولا ريد سوس؟ ها؟ لا ما فيش، ماهاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له، تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ اهدي، انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خير ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده هي اللي خدتها انا من يومين؟ ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفانه والشنب والقرب ده هو؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبيه. حياه النبي، لا شوطه شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي يا خرابي. طب وسيادتك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله هيولع ان شاء الله. ما تمشي بقى التاريخ الواقف فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكش ده؟ مستحملاك في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للسلاح دار، جاي للمبه عيله السلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه، انت ايه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراه ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان.
سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدائر دلوقتي وقاعدة معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على سيدك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمر. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين يشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود، تصدقي؟ تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها يعني. عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مولعه؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده، انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغرتي في طربوش ولا البدله اللي لابسي هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا؟ ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق ده. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يطبط عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوفي عودي. اسمعي كلام، وبعدين انا بالنسبه بالجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تسطري لحمه ده هو. اسمعي كلام، اسمعي كلام يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا متر. ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هاني. انتوا عاوزيننا نيجي عندكم هنا مره تانيه ولا لا؟ ليه يا هانم؟ في حد زعل سيادتك ولا حاجة؟ الأستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقولة العمدة زعلك يا هانم؟ هو سيادتك ما تعرفهمش ولا حاجة؟ بس يا ابني الراجل ده هو حياة النبي، حياة العمدة يقوليني مرة واحدة سلامونتي وانا أم البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي، سلامونتي، عايزة تخين دي اسمعها، والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ ادينا قاعد ومش ناوي اجيبها البر. وريني هتعمل ايه الطربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافندي اللي معاك الفندس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا واد يا ريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وانت حسابك معايا. هي يا عمدي سبع ولا ضبع؟ ولا ده سؤال يا ولي. اكيد خلص معاهي. خلصت معاهي؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه ده هي هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ انا غلطان، انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت. طارت منين يا ولد؟ انا العمده. استنى عليا شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاية دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الأميرة نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسألك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ اهدي هزقتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. اوصفيني مثلا بأسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمة؟ بصراحة أنت فاجئتيني، إديني شهرين ثلاثة أفكر. إيه؟ هو دي اللي أنا كنت عاوزه، لعلمك أنا ما كنتش جاي عشان أتجوزي، كنت جاي عشان أخلي سليم يهوهر في آخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبة. أبوسيب. استرها يا رب. يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب، قومها بالسلامة. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلت ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولادة. الولادة دي حاجة بسيطة، اسألنا. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه؟
انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما انا خايف تخلف بورس. احنا يا عمدي احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه. ابعدوا عني، ابوس ايديكوا، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا، دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. نبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده، احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. نصره النبي. ايوه ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس؟ دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمني على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير، عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده عيّاً؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنت الحد، من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنال، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي. ايه ده؟ احنا فين هنا؟ ايه يا دكتور؟ انا متهيألي ان القتيل بلع بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. بالونتين ودبدوب؟ قبل ما يقتل. الجثة دي اتنقلت من مكان الجريمة الاصلي، بس انا هوصل. كلاشينكوف 819. حاسب يا فندم. كان شرس، اسلحه دمار شامل وعنيف. يا هانم انا مقدر مشاعرك، بس عايزك تتماسكي وتتملكي اعصابك شويه علشان تجاوبي على اسئلتي كلها. أنا يهمني أعرف مين اللي قتل ابن حضرتك، ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي إيه عن الدباديب؟ الحقيقة أنا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايزك حضرتك تعرف إن ابني إكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل. حضرتك بتستهتر بكلامي ليه؟ أيوة كان بطل، ومن عيلة كلها أبطال. أبطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجة عن إكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكة كده جت احكي برضو عنها. للأسف ما بقاش فيه دبدوب واحد،
اكس كان جده الكبير قائد عظيم، اظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الاول. مين مدحت الاول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك ما قالكش مدحت ايه؟ لان في اربع مدحت في الدفعه. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب ايه ونيله ايه في الجو النار ده؟ ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك اند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. ارجوك لا، نفذ الامر يا مدحت. ارجوك ارجوك عافيني ارجوك، انا بخاف، بكره الصحراء وبكره الحصنه، وبعدين السيفتي ايه جدا جدا، والبتاع دي معصباني. ارجوك عافيني، نفذ الامر يا مدحت. حضرتك انا دخلت غلط، انا كنت كاتب في رغباتي فنون جميله، اقسم لك بالله. انت مطلوب بالاسم، انتوا عندكم 4 مليون جيبه، اشمعنى انا ابو السيده؟ انت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس انا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. وانا خطيبتك، ارجوك عافيني عافيني. يلا يا مدحت بقى، يلا انت اشطر واحد هنا. يا حاضر حاضر. اقنعي واختار حد غيري من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك حكايات واساطير. كل اشاعات، اقسم لك كل اشاعات يا فندم. ايه الكلام ده؟ قالوا لي عنك انك محارب. يا فندم محارب ايه؟ انا اصلا مش مقتنع بالفكره، سوري يعني، خلينا نتكلم فير. ازاي احنا نترمي في المعركه عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش ايه؟ مش لوجيك الموضوع، سوري. ايه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر سيب بس. نفذ. سيب لحضرتك حاجه من يلا مقتنيات الدوله بس. يلا. حاضر يا فندم. بقى عصبي قوي. يلا الفت، هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متاكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي اوكي. حضرتك قائد يعني مرتاح، وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي ميرسي، كان نفسي اسمع الجمله دي، ميرسي قوي. يلا ألفت. أيوه. أوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج إن أنت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهة. أنت بسم الله ما شاء الله. إيه ده يا ساتر يا رب؟ إيه اللي يا نهار ما تحصلش إلا النهاردة؟ أوف، تقلبات تقلبات تقلبات. إيه ده؟ وانتقلت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً، هم أصلاً من جلاند بروخ بيشتيه، وجده الكبير الرادي فولر كان له صوالات وجوالات في الحرب العالمية. رودي فولر كان لعيب كورة، تشابه اسماء. ريالي ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف تقعد يا دبت بقى. وادرز القوي. ها يا دي بوزك الفقر والنحس او زفت اتقطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على العدل بسرعه يلا. لا لا لا، لازم تعمله الطيار قائد. لازم اعمله انا؟ اه امنه ظهري. ماشي. اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام. كله تمام؟ تمام. الحمد لله. الجو حرقه النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ ايه ده؟
منين ده حلواني؟ ما انت تبعنا من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اسد سافر امشي ده منه. بس ده تبعنا. ايوه بدلات ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يبقى يلا يلا قص ده رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام يا جدعان. دي اول حرب ليا ومش العب. ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الكود دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امها. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد ياض ابعد ياض. انت نازل معانا يا معانا يا معانا يا الله الله الله. وده كمان يا نهار اسود. ده لا سايد هنا ب 60 دهب النصاب. حط الاريال فين؟ هنا يا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه قاعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص اخلص افتكر ربيع. معانا ريال معانا ريال. حاضر حاضر حاضر. توكلنا على الله غطوني. ها يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم ايه يا عم انت بتشيان؟ انت بتفاول عليا يا حلواني. ارفع حلوتها. ارفع وحدوني. خرب بيتك حلواني. 100 متر سلك. حلو كده؟ طب ازعقش وركز معايا كده حلو. انت كمان جايب بصوره طريه قوي حلواني في وسط الحرب. ها حلو قوي. اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو؟ مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. اهو انت سيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم يا ربيع. ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها، بس شويه بس ثانيه ننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح؟ ايوه كده. شكلك شقيه حلواني. انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجه من الحواديت دي كلها. علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو انت حضرتك بتشمر لي كمامك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيرة قوي. وانا حذرته ايام حذرته بس هو كان للأسف دماغه ناشفة جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل. والشراكة دي للأسف اتسببت له في مشاكل كثيرة. حلو قوي. مشاكل كثيرة مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. أنا هحكي لحضرتك. إحنا في يوم من ذات الأيام كنا قاعدين في الفيلا لا بينا ولا علينا. فجأة طبوا علينا. حلو قوي. كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. يهددك إيه يا إكس؟ إحنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بديرها. فهمتوا؟ انا اللي بديرها. مش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيوي الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبست في صفقه مراجيح جديده. اذا تدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا. يلا يا تفهموا من هنا. يلا يا احمد بره.
شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بريمي. يا ماما مش وقته انا وصلت. ايوه انا قدام المحكمه. طب استنيني شويه. خد البت دي يا عم. انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي؟ ايه ده اللي رجلك؟ انا مالي، ما انا عايز انزل عندي شغل. اتفضل لو سمحت وسعي شويه. رجلك ايه؟ مش مقطوعه ده ركبها بتقول ده ايه القرف ده؟ اوعي رجلك. استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت الصغيره. زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك، ده انت اختي. ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده، وهيخلي طليق ده يلف حوالين نفسه. ده احسن محامي على مستوى شارعنا، ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي. وقسما عظما انا لا اهو الاستاذ وصل اهو. صباح الخير يا جماعه، انا اسف اتاخرت، عندي مشغوليات معلش. ايوه ماما. يا ماما عيش ايه وفرن ايه؟ عيب كده يا ماما، انا في المحكمه ما تعطلنيش. حاضر، مع السلامه. معلش دي قضية الخلع. ها طبعا ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام، وانت هخلعك وهجيب لك اعدام. مش اخلعك بس يا استاذ. تخلعني ايه؟ ده انا اخوها. امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه. ها طبعا. مش هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ، دي قضية خلع. يلا يا استاذ اتفضل معايا. ده هو حظه نحس، شكله فقري، لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده؟ مين ده؟ قابل فوق يا مدام. مين الراجل ده؟ تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق، انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل الاهبل ده؟ ده يومه اسود، هو واهله. احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب، انا هدخله داخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعديني. عنك يا استاذ. اتفضل. ده لا بالشرطي، ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب. طبعا. جهزوها. يا سيادة القاضي، إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة. نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم، أقصد البنت الصغيرة المقروضة. البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها، هذا الأب العظيم، الأب الحنون اللي كله تواضع. فممكن عنده 100 بدلة يا فندم، لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي، أنا مختلف مع الأم دي كتير، لكن في النهاية يا فندم هي أم. طب أقول إيه؟ ما هي أم أختي. أقول راجل يعني؟ سيادة القاضي، أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم، هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك إيه؟ أبو البنت دي أنا عارفه، وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل ألاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقها. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر يا فندم. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله عليك يا استاذ. الله اكبر. ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي؟ خد من يسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه ده انت بقى؟ انا تخسرني القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك كريم. مين كريم؟ هجوم.
بص يا شباب، احنا عايزين نتفق. البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربة عشان اضربوا يا رجالة. اديله يا حدي منكي، اضربوا، اديله يا كريم. انا بحذر في حدي منكي، اهدي بايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذر في اي حد مني. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمة واحدة بس. تعالى الشاي بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ايه ناقص رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياة ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصة لطافة. اخلص. على فكرة انا ما بهزرش معاك، وكلمة زيادة انا ممكن ادمرك. دمر مين يا ده تافه انت؟ من صفك نسفك بيه، انت محامي ناجح، ونعرف عنك كل حاجة، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام، اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح. ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين، اه. مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك، بس انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض، واتشطفت بصابونه الميه. ايوه ايوه، وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف، توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عندي. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. اؤمر. العنوان ده تقفل معايا وتروح على طول، وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر، بس بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لسعادتك. لا، في حد بيتهدد، بيقطع التهديد. صدق صح، انا اسف، انا اسف. عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس 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 فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي اوكي، تحت امرك. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي، يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. امر يا فندم، امر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. امر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل. حاضر ادخل. حاضر حاضر. يا نعمة يا نعمة، يوه اتفتح يا خالد. ايوه 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 فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ نجوى باديكير؟ تعالى تستظرف معايا. حاضر حاضر، لو سمحتي مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. تأسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست، لو تكرمت. حاضر حاضر، واعمل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ وما نشوف اخرت يا اخوانا. فين نجوى باديكير؟ يا نجوى. ايه مين؟ ما تقول ان انت هنا. ما تقول. اه تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. اه قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا.
المبرد اللي معاكي مش بتاعك بتاع بيسا؟ تعرف بتكلم بجد؟ طب خلاص اه سين ده سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذه يا مدام معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي هقوله مره واحده. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ امال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا اخويا؟ مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبه نجوى بديكير بتقول لك انها بطلت تلطش من سنه 88. 88 عن اذنك. لا براحتك عادي براحتك عادي. يا نهار اسود انا راجل محامي اقعد القعده دي والبان وشعر ونيله. يا رب يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. صدق ان انت راجل تافه. وحياتي النعمه راجل تافه. تكلمت؟ لا 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 يا فندم. بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرى يا باشا؟ انا استجرى. قالت لي اه بلغتها الرساله. قالت لي قول لبيسا يا كلبه نجوى بديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام؟ لا مش فاضي. اكتب العناوين دي. حاضر مش هروح مش هروح. بس انا نفسي اعرف حاجه. انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه اسمعني. اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شويه. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز ايه؟ انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. سمعني يا ابني مش سامعه. الله يخليك. نعم. الله يخليك. اعدل لي السماعه احسن من السمعه. اعدل لك السماعه ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد. انا مال انا؟ معلش يا حبيبي. طبعا. انا زي امك برضه. طيب طب قربي شويه. اهو يا ابني ليلة سودة. سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. هو انت كلمه السر ايه؟ اللحمه لسه ما اتشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمه. خلي بالك عليها. انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي. انت مجنونة يا سبتنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبة جوه ولا ما بغيرش انبوبة لحد. انت اتجننتي؟ انبوبة ايه ونيلة ايه؟ ايه ودي؟ يا سلام. طب روح هات لي خمس ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شوية مية لو تكرمتي. بتقول حاجة؟ شخص لا يا ربنا يترشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه. ايوه شكرا. وجبنه الرومي. ايوه موجوده. والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيسها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكرا قوي. الله يخليك. جيب ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده خدها كده. شكرا الله يخليك. السلام عليكم. قلتها لي كده الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا. السلام عليكم. في حاجة يا فندم؟ أصل أنا كنت عايز شراب فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش أكتر. وبعدين عادي بني آدمة يعني ما تحرجنيش كده. أنا كنت عاوز شراب كولون شبك. يا فندم شبك في حاجة حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي إكس لارج. حضرتك بتبصي لي كده هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا انا. ما انا بقول كده. انا محتاج كرسي ولا انا هلبس الشراب بشبك. فارجوكي انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا انا تحت امرك. ما تحرجنيش اكتر من كده. يا عمي حاضر حاضر. قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عينيا حاضر.
سيبني بس ارتاح ليله في بيتي وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر. قلت حاضر ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني في اللي انا كنت هشرب من فيها. ايوه يا اخويا حاضر 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 حاضر. ده انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيض. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض. لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك والله اقف. ايوه سامع كده كويس؟ سامع سامع وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعه عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه تطلعي انت الرقم؟ أهلا. ليه ياما؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه الفشه دي؟ ما في دعوه. ليه عملت فيها المرمطه دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمه ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرتي صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبه لي احنا انا بستعمله مرايه بس في بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك ياما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي نفسي اسمع بس حاجه واحده. انت عملتي فيه كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي. أنا آسف. سامحيني. سامحيني يا أمي وخلصيني من الحلقة دي. الله يخليكي. الله يخليكي خلصيني من الحلقة دي. وصل. الهلف وصل. الهلف وصل. الهلف وصل. الهلف وصل. ها منطقة. كله دفع الإتاوة؟ فين أبو أحمد؟ فين أبو رامي؟ بيتني. قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كله تمام يا برنس. مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده أهو شكلي نانسي. وريني كده؟ ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليه اللي أهله سودا؟ يلا بينا. يلا يلا يا سعيد. النبي ده اسمه كلام. استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا. ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوض. كل شويه يعني لازم يتقطوا مستي عشان لا ما يم... وبص بص بص النبي بص البشكير بص في نظري قد ايه؟ بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زيف. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ يا اما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا. انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. عامل لك ايه؟ 100 مره يا اما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون ضغطك بيعلى. ده مش زيتون ده بطيخة بطيخة. طب اعمل ايه؟ انا عملاق انا شايفة زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما تروح له ده راجل مفتري. سيبيني ياما بقى سيبيني اخلص الحارة من شره. هو بمفتري انا عملاق صدقي بقى. حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف ياك. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم ما تتعبش نفسك انا انزل لك على طول بسرعه. حاضر 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 يا معلم.
اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده، هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي، عملاق ياما عملاق. دخلت ام عاطف، عاطف بيرجع، خلي حد يشد عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ الإيتاوة! الإيتاوة حق؟ الإيتاوة تلك؟ الإيتاوة يا معلم يعني المفروض بالعقل تاخدها من حد بيخش له على الأقل 7 جنيه في الأسبوع، لكن أقسم لك بالله أنا وأمي اللي قاعدة جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس، يعني إيه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب أعمل إيه؟ كده دي أمور شحاتة. لا لا أعوذ بالله، ليه؟ أنا مش شحاتش حاجة، أنا بقول لك ظروف يعني. أنت عارف يا دي اللي بيعصي أوامري؟ ها؟ عارف عارف يا عارف اللي بيعصي أوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا عارف يا معلم؟ بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله، وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا، حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه يا معلم؟ انت بتتوتر ليه فجاه يا معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تامر انت بيه، انا هعرف انا والاخرين. انت مبرق ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عنا. حاضر. مع السلامه يا عاطف. امشي حماده. حماده حماده يا ابن انت، اصحى يا حماده، اصحى اصحى يا حماده. يا بر اسود، يا بر اسود، اوعى تكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟ انا بعون الله اللي اديت الهبه من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى استنى، ما تفرطنيش. طيب وابن حلال ايه؟ انت تعالى بس تعالى، انت اديت الهبه قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم قديم قوي. طب اتوترت شويه من جرب يا اختي. جن يا اختي 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 يا عسل عسل. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هتخسر. يلا اتنطط يا اختي. بس 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 يا فيه ما دفعتش إيتاوة ليه يا؟ بص ياد في وشي كده، أنا الهلف يا يا حارة وزاد الهلف. الهلف أمره مطاع. عليك. مش فاكرني يا هلف. اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير. معلش العتب على النظر. معلش دقق كده. مين؟ حماده. معلم حماده. طبعا طبعا المعلم حماده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي؟ انا طول عمري عملاق. انتوا بس اللي مش مصدقين، انتوا امي. احب فيك الاراده يا كبير، احب فيك الاراده، بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك. صبياني؟ عامل لك ايه صبياني؟
ده هقطع عمرك هبهدلهم لك. بس انا اطلب منك طلب صغنن جدا والله مش هكتر يعني. نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. حلوه نزلني دي. انا هنزلك. انا عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. 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 عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. روح قول لهم ان انا عملاق. عملاق يما. روح لهم قول لهم ان انا عملاق. عملاق يما. عملاق. 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 يا حمادة يا حمادة حبيبي حبيبي وحشتيني. شفت انا بيت عامل ازاي؟ يا تي مدى قلنا يا تي مدى يا تي جميلة بلا كل الناس يا تي جميلة شبه الناس يا تي مدى يا تي مدى. اقف مكانك يعني يا باشا. بس يلا بقى يا مرشدي الصبغة هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده علشان الزبون استعوالي. يلا سلام سلام. لا مؤاخذه كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجه. مساء الخير. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك. نورتنا يا باشا والله. مقابلتك حلوه ومحلك جميل. ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه انا ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه. ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا دقن؟ لا ان شاء الله ستر. صدر؟ بقالي فترة اسبوعين ما حلقتوش. مش قادر اقول لك مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمهولي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده ولا هتشوف. ولا انت تقريبا ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع. مش انت الوحيد اللي كده؟ لا 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 العيلة كلها. العيلة كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة يعني. كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فيه. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كورة هنا كده يعني، فتلاقيه يمشي عارف بتفيده برضو في الحر يعني. ربنا بيبلي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا. تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع. خد عندك فنانين مطربين لاعيبه كوره فريق السكواش ابتدوا يكلموني بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه. احلف لهم والله ما بايدي محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفردهولي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيبي. انا مش عارف ابدا منين بس لا يعني. لا لا تبدا ايه؟ هو تعمل كده؟ لا لا ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار اعتبره اثر من الاثار يعني. هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري. اصل هي تعبانه شويه. معلش الامهات كلهم بيتعبوا بيه وكويسين. دي واحده ارجوك هتعطلني كده. ايوه يا باشا لقيته. ايه ده شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش وحياه النبي ما تتاخر. ها لا لا بقول لك بس يا ريت انا نفسي اتصور معاه والله. بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس كمل بس. ماشي يا باشا. لا يا باشا ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كدبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له. هات انا اقول له انا موجود يا فندم. انا موجود. لا لا الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص الفكره عجباني. حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر مش عارف ايه. خربوا بيتك. خربوا بيت الله يخرب بيوتهم. معلش اتفضل. ده لسه حسابك عند ربنا. استنى اتفضل يا باشا. اتفضل 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 قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. لا
يا سلام. ايه يا الفكاكه دي يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه؟ يا حضر الظابط انا اللي قلت لك انا جنبه، مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين، ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا 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 تحت امرك، مع السلامه. بص رغم ان انت يعني بشع لكن الفكره عجباني، الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان، هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خيبه يا شكل. اتفضل يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام، اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدي اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده، ليا شوق كده اشرب من دمه. نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد، اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري، انا اجرودي. اجرودي انا ايه؟ اجرودي. اخلص يا محمد، انا بس اللي اقول اجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة الواد اللي بره ده. ثواني. بسرعة. ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي عيال الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت. هو طلب يا باشا. يا فندم ارجوك انا بتاذي، سوري يعني. ايه يا حبيبي انت اهو، مين اللي اذن لكم انكم تربوا شعر صدركم؟ ايه بلد سايبه يا حبيبي ولا ايه؟ محمد امرك يا باشا. تعال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا بسرعه. حاضر يا باشا. قدامي. وانت راجع هات لي مكوه الشعر معاك يا محمد. لا ارجوك يا فندم اتوسل اليك، الا مكوه الشعر. انا ممكن انتف شعر صدري قدام حضرتك شعرايه شعرايه، بس المكوه لا. مش عايزك تجيب سيره شعر صدرك قدامي. انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرودي هاد ولا ايه؟ سوري والله، اول مره اتشرف بفتحه قميص حضرتك. بعدين حاجه بتاعت ربنا يا فندم. ارجوك يا فندم اتوسل اليك، سامحني سامحني وخلينا اروح. عايز اسامحك؟ هسالك شويه اسئله بس لازم تجاوب عليا بصراحه وبشفافيه. بصراحه وبشفافيه. هنا صراحه. تبقى هنا ايه؟ شفافيه يا فندم، واوعد سعادتك ان اكون مرشدك الخاص واكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قول يا حبيبي، عمرك ما اخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده يطول؟ لا بصراحه، بس انا اسمع كانت ماما تقول لي وانا صغير رحنا جنينه الحيوانات فحضنت غوله، بس انا مش مقتنع بموضوع الغوله ده بصراحه. يعني غوله المكان جنينة الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة؟ حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس أفتكر وأنا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت، أفتكر إن أنا سخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعرايه هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم، تيتا ما كانتش بتحبني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت يا فندم. يعني تيتا في حلوان
14 شهرية و 12 شهرية. السؤال التالت، لو خيروك بين حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك، تختار مين؟ خص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة أنا أطردي يا محمد. بلاش محمد، بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري يا مصريين. ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟ بمقاييس كوكبك انت؟ انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم اموري، احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكوره. انت اسمك يا اخ خالد؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، اموروني انا خدامكم، في حاجه ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك، ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت. هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوى. لا مكوى ايه، هات ايدك يا كريم، هات يا خالد. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. عادي يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زيارة كريمة جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد، مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابه، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنتوا رجاله وانا نسوان، كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني. انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق، وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض دم تلت، الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شويه شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للماده اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحه. هتدفعوا لي كام؟ ندفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحه كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني، فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده تمام، 50%. بصي، انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. هلف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول واديهالك تاني على طول؟ لا مش هينفع خالص. طب بالسلامة بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشرة. مبشرة؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعة ما جيت هنا. هنوريك الرجولة دلوقتي. ايه هتبشري شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكوا كلكوا. اوعى على بس استقبال، اوعى يا ولية انت وهي. يا نهار اسود، صدر راح فين؟ يا نهار اسود، هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح، يا ليتك السودة يا ابن صبرا الصبارة. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟
طب لما امن الدوله ولا البلد يعملوا كده مقبوله، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجاله ولا نسوان. خسرتك يا خسرتك يا ادم، يا خسرتك يا ادم، خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحه احسن ده كان اوفر، كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بقى زفت. ايمن حبيبي عمور، شيرين رفيقتي من زمان كتير، احنا صغار بيبي هالقد، وكمان خطيبك خي جونسي ومعه مصاري كتير كتير كتير. شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخد العقل، احلى شي بحياتي وفي عيوني انت. لكن قولي لي مين بده يدفع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد. اكيد خطيبه لصاحبتي شيرين. اوبس شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت، دايما حرشتيني دايما حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد ما تنفخن على القد، بيقول لي لا 2.8 احلى، بصير مثل الفور ويل، هن لازم 2.1 وانا مع الحرب فقع بفقع. دخيلك. ايه شيرين، اصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا اونط؟ انا ما بقعدش غير مع الاغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من بورش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دفعت فيها كام؟ اوف صرت عارفه، قلت لي اياها 500 مره. لك حبيبي روبر رفيقتي من عيله كتير كبيره، هاي هاي هاي، بس اكيد مش اغنى من عيلتي انا. ماشي، عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه؟ دي مليانه ما شاء الله. هاتي يا بت هاتي هاتي، انت يا ابني رد الفلوس لا تعرق في الشنطه، تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي، كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي، بحب اعرفكم، هيدا عمر خطيبه وهيدا تامر خطيبه لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل اعمال كتير مهم بمصر، وهلا عايش هون ببيروت، وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. اهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. اهلا حبيبي، اهلا اهلا اهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك انه استاذ تامر من عائلة كتير مرتبه، بحب اللبنانية كتير وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. اهلا حبيبي، اهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك، اقفل وافتح على طول. وريني وريني، يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر تامر حمدي السبرسجي، يخرب بيتك وينك يا راجل؟ ايه يا معلم السبرسجي ايه؟ انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده، انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة؟ هيدي اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة ايه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى الموضوع، اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبه لك يبقى مش عارفهم كام. خدي، احنا اتشرفنا يا انسى. هيدي لالي طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول، احلى حاجه حصلت النهارده، عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي، تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش، أنا سلمت كتير. رش رش، سكتي إيدين الناس، معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشوفش حاجة ليه؟ يا متر متر، اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا يعني، هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 يا جماعه، احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم اوكي، بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي يا حاج. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا.
عمر ايه ونيلتي ايه؟ ده اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انتي متضايقة اني خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك انت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا، حاسة كتير بتغار مني ولقيمي لقيمي لقيمي. يعني سوري اذا عم تحكي عنها هيك هلا. لا 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 تحكي ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بودي انا من يوم ما شفتك يا بودي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي هقول لك كل حياتي ملكي. عن جد عن جد؟ طبعا عن جد، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وروعة المشيرين توصي في الناس؟ الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكرة الأرضية تحسي بموقف بيتك ايه؟ ده انا مليولك في 10 ايام كتير مبسوطة كتير الحمد لله يا حبيبي. انت مش جعانة صحيح؟ انت عارفة كتير جعانة كتير. معقولة؟ وليد ذوق يا بابا ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رأيك؟ كتير رومانسيك. شفت عز قبل كده؟ اه فين الشوربه؟ انت مستهبس، روح هات الشوربه. لا قول اتفضلي هتموت عليا. لا قول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايشين في ارض كتير ومنسيين. اه كتير حلوه. اه انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. بتنبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل تهرب؟ تتكلمي بجد؟ عن جد عن جد. ليه واخدة بطولات سباحة مثلا؟ عندي عوامتين بنتكون أربع مرات في السنة. طب خلاص، هو أنت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في السين، ده احنا في السين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما، ده أنت غطاسة رهيبة. بوبي البيت ماتت ولا إيه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. ولد عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى انا جعان. هتعطيني رياضه ولا انت سيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها؟ وقلتوا في ليله امانيا لا لا للنهارده لا. انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قطع عيش للأمانة. يعني النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبة، بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت أصل، متربية، هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي اللي أنتم منها طبعا. هبتدي أكون رجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى لي تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون لان اصلا مش هيبقى في تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تحرجوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره. انا عامل ايه في بيتي؟ هضطر اطردكم. انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره. كل الثوره اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف يبقى فيه ست وفيه راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها بس الاصول اصول. هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس اربع مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي اوروبا. بوبي ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الاخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني ايه كوزين؟ ابن خالتي سهيل.
سهيل بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. ايه ما انه كان باستراليا وهلا رجع بس مخانق مع مرته عنده مشكل كتير كبير كنت عم حل المشكل. طبعا طب بس بذمتك حد يحل المشكل الساعه 4 الصبح. شو بك تامر شو بك؟ لا ما فيش حاجه انا بتناقش معاك. بدك تخنقني شيء؟ لا اخنقنك شيء ليه ده انا اعمل لك بطيخ احنا بنتكلم عادي. ايه سهيل سلمي لي على اليد. ايه حبيبي اعمل لي ميس كول بليز ما بتوصل على البيت. بيزو بيزو هو دلعوا بيزو غير سهيل. انا مش فاهم عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ شو بيك ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل شو بتهبل وانا يا دلي يا دلي على هالغرفه وانا يا دلي يا دلي على هالدرج نطت نطيت شو هالمسحه وانا هيدي جوزك ايه يا دلي يا دلي يا دلي يلا حبيبي رح اشتاق لك كثير كثير وانا كمان لا مش حنبوس حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب بوبي ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني، كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك بدي اعطيك لسه يعني باسماء كوزينتاتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي عم بحل له المشكل ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق وربنا يخليكوا تحلي مشاكل اهلي، ما في شيء بقى كده. قوم اعمل لي لمناد. حاضر حاضر حاضر. ثلاث معالق سكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك جاهز في الثلاجه. تعالي ندردش. لا شيء تعسيب. ايه ايه صهيب وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكول. اوكي حبيبي بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو ده قلت له 5 بيزو. انا بحب بيزو مع اني مش عارفها بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي انت بتبرقي لي كده لان اقوم اعمل لموه. انا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت ان شاء الله رح تتكرر. اكيد اكيد والله مشتاقين كتير. بعرف انا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي نعم شو شو في بوبي 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 ما في عندك غير بوبي دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه اخدك في الساحه يومين في اي حته وامري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعناية ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو مدخولك جنيت انت شيه؟ جنيت انت شيه؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل؟ وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف اشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه يا واطيه. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا هممطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق، طالق. فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق، يلا غوري بالسلامه. ما تمرمطنيش. قرف كانت خاينة. راجل طالع راجل نازل مش مداني وجودهم اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب طلقت الولية قوانطة. انت يا ولا انت يا زفت وحياة امك وحياة امك ما نخليك البيت ده اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه يا اخي انت ايه انت بلوى انت ما بتحسش طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ كل الحاجات دي باظت انت ايه يا اخي؟ معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص وديني وما اعبد لو عين تشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع انت فاهم؟ لا من ناحيه دي اطمن 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 على ايه؟ لان مفيش ولا جهاز باقي علشان ابوظه كله باظ بصراحه كله باظ يخرب بيت شيطانك
اعمل لك الكاسيت باظ والسخان باظ والمروحه باظت. امال ايه تاني؟ ايه تاني بوظته؟ قول لي. الوكمان عملت فيه ايه الوكمان؟ صراحه ما عرفتش، كسره فرميته في الزباله. رميته في الزباله؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت عايز تموتني؟ انت عايز تموتني وتجيب اجلي؟ شر عنك يا بابا، بعد الشر. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصه؟ نص جنيه في عينك؟ مصاصه تقيله انتاله. انت لازم تترمى في الشارع، عارف ليه؟ عشان تعرف قيمه البيت، عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس، انت فاهم؟ لا والنبي يا بابا، حتى ده انا عندي 8 سنين، يعني خليني اقعد سنه كمان. انت عايزني استحملك سنه كمان؟ انت هبل ولا مجنون؟ عشان السنه الجايه اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت؟ هو حلقان البيبان اغلى مني؟ اه طبعا، لانها خشب زان، انت فاكرها ايه؟ خشب مسكي؟ بقول لك ايه؟ اطلع بره، اطلع بره. طب اصلح لك الغساله واقعد. بقول لك ايه يا عبد العزيز؟ انا عايز اقول لك حاجه يا ابني، العلاقه اللي بينا انتهت، ما عادش في عيشه بينا، لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل. 8 سنين متواصل؟ ايوه 8 سنين متواصل. وانا ابنك ولا بشتغل عندك؟ بعدين ده انت نسيتني بدري بدري. يا ابني اسمعني يا ابني، انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك، امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل اطلع بره، وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز، انت فاهم؟ يلا الشارع يا عبد العزيز. طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه. اوت اوت اوت. انت جبتها منين دي يا بابا؟ انا بقول لك اوت اوت. ده انت بتشتغل كونسري، عموما نو بروبلم نو بروبلم. امشي يلا اطلع بره. بابا. نعم نعم يا حبيبي. النص جنيه بتاع المصاصه. امشي يا ابني. اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا؟ انا عايز اشتري مصاصه. انا حاسس وهي ساعتين ثلاثه كده وهيعطف عليا. مش معقوله يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمه طريه زي. تمام تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست نجوان. أيوة، ايوه ست نجوان. ها في الاكل قلتي لي هتعملوه. حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليكي ست نجوان. ست نجوان. ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل وترش عشان بحبه. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. النبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن. الله يخليك ست نجوان. ست نجوان. أيوة. ست نجوان والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلتي لي هتعمليها لي؟ اه 5 دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. حاضر. شكرا قوي. قبل سلوى قبل سلوى يهو. قبل سلوى في ايه؟ النبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخويا. شكرا قوي. حاضر. قبل سلوى قبل سلوى في ايه؟ انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاه ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. ايوه يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني. بتعمل ايه؟ بتكوين القميص بتاعي ولا نسيت؟ عم بيرم بتكوين القميص ونازل اهو. ربنا يخليك. شكرا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط بودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط بودره. حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم. أيوة. النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا عم بيرم. شكرا عم بيرم عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر. شكرا حاضر. شكرا ربنا يخليك ربنا يخليك.
ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه ملوش حجه، لا المواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب القميص وصل ومتشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب، ربنا يخليك، متشكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15. قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعه الصيني 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 الصيني. يا رب ولا ماركه تانيه تتباع الا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 مساء الخير. مساء الخير ايه يا جوده؟ مش فاهم، مش كذا مره بتيجي تلاقيني اعمل الطقوس الصيني عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعه الصيني 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 الصيني، كل الماركات تقف الا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. الصيني الصيني الصيني. ايه اللي جرى النهارده؟ ايه اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش، احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا ما اتحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف يا جوده انا اتولدت في الشارع ده، اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا وعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح ايه؟ ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين، اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش يا بصراحة. بصراحة قد بحب بتحن بتحن للزفت. بقول لك ايه، انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا، بس مش مشكلة، احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعة ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعة السين سين 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 سين. يا فاشل يا عرض الكهربائية. تفتكر الشتيمة دي مين يا واد؟ ومين هو عرض الكهربائية؟ لا مش احنا مش احنا، ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز، ما انت عارفهم نصابين. ايوه وفشله ومتاخرين، بس احنا مالناش دعوه، احنا بتوع ايه؟ الصيني 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 الصيني. يا رب خلي اه يا نصاب يا فاشل واديني ما انا سايباك. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده؟ الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان، غلطانه. انا لا فاشل ولا صايع، انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل وستين فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تكون كل الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟ هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه؟ الشاكوسي بتاعي. ايه ده؟ دي انا فاكرها غلطت اول مره. اه الشاكوسي بتاعك؟ حضرتك ما اسموش شاكوسي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت مقاوحة اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله يا ست يا ستي. وبعدين مش لازم شاكوسي، يعني ايه عايزه انعاره؟ ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه، فلوس وديني محاسيبه. يا لهوي انت صوتيني ليه يا خرابي؟ في ايه يا ولاد؟ يا نصاب هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوسي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزه تستحمى فيها، بتحب تقول اسمه وغلط. اجربها لك؟ اجربها لك. بص يا مدام بص يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع حنفيه السخن هنوزيها مع الثانيه عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ للشاكوسي. شفت؟ شفت؟ ايوه. الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل، عامل قلق ليه انت والتعويذه اللي معاك؟ هو كل يوم خناقه ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه؟ يا ساده ظريف وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع الثلاجه اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالمل يالا، عايز ايه؟ وانت يا حلو انا مش قلت لك تعليلي من الاول؟ رايح العب عزيز الفاشل؟ لا يسرق الزبون يا نهار اسود. لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. لا بقول لك ايه، احنا نروح بقى على الاسم والظابط تاني شاهدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها، اوعى ايدك. مش حضرتك تتعاملنا مع بعض وبالاماره بوظت لك حاجه مهمه في عندكم اسمها ايه؟ الشاكوسي. سمعت؟ انا بوظت لك الشاكوسي. اه والله انا مش رايح اسم لان في حاجه مهمه قوي، انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه، المفروض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي حرام
عليك. انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم. مش رايح الاسم؟ اه. طب واديني نلبسك قضيه تحرش وجيرانك اهو واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه تحرش. انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص طالما اتحرشت التحرش دي قضيه اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا انا عارف انا مين والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي. ها لحد ما اجيلك اتفضلي على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي انا بوظت لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي. يلا يلا رامي. يا يب يا يب احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ ايه فن ست مختلف يا فندم؟ في حاجه اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست انا اكتشفت ان هي اللي عندها حمام ولا بيت اصلا ومهووسه مهووسه بموضوع الشاكوسي ده. والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على اي حاجه وهو ما بيشهدش في الحقيقه ابدا. انا مظلوم حضرتك مفيش اصلا قضيه. وبعدين الجو دوت انا لا صيني ولا حاجه انا راجل عادي بس انا بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فندم. ده عبد العزيز اشهر واحد في البلد يبوظ الاجهزه. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي بصلح. اتفضل يا عبد العزيز اتفضل. ايه هو ده؟ اوعى هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد ضابط في جهاز حساس في الدوله واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز ايوه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا وعايزين يتجسسوا علينا واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي. انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم. انا عمري ما بوظت حاجه يا عبد العزيز. هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوسي. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظه يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا اسطى وبعرف اصلح عشان سمعتي. عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا فافل. يلا. يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظه يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. انا عبد العزيز هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم. صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغه يا عبد العزيز. انت نبغه. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك. يعني انا بشكر ربنا عليها. بس ونمت يعني ما تاخدنيش في بالك انها مبوظاتي بس. الحمد لله. ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز. وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عني ده. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك بتؤمر. انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق من الزباين مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده الراجل ده. علي يلا بره. انت من هنا. يلا 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 يا حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرفه داهيه. امرني يا عبد العزيز. انت مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه ثانيه معلش. عينيا. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست كانت عنك مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون شاكوسي. الشاكوسي هي هبله في النهايه. أيوة. كل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوسي. فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قولوا لي القعده. بص انا هسيبك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوسي. شوف الشاكوسي. اه حجزوا الست دي هنا لو سمحت. يلا قول لها ان انتوا عندكم جوه عندهم شاكوسي جوه تنبسطي. يلا يلا في شاكوسي هنا عندنا. يلا يلا حضرتك اتفضلي حجزوها عندنا. يلا حجزوا ثغراتي للشاكوسي. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. ربنا يخليك. الله يخليك. عندي سلامه يا عبد العزيز. شكرا. الله يخليك. عندي سلامه.